من باب إحياء سنة إطعام الطعام وسد رمق المستهدفين من الفئات الضعيفة والمتضررين من الكوارث والأزمات حول العالم، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مبادرة المليار وجبة، وهي الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين ضمن مسؤولية أخلاقية والتزام إنساني من دولة الإمارات إلى العالم. نحن الليلة في غاية السعادة بتدشين مبادرة المليار وجبة اللي هي سبقتها مبادرتين اللي هي المليون وجبة لو الناس متابعة. دي مبادرات بيقوم بها محمد بن راشد آل مكتوم، وتنسق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم مع السلطات المحلية والجهات المعنية بالعمل الإنساني والمجتمعي في الدول والمناطق التي تبدأ عمليات توزيع الدعم الغذائي فيها لضمان الوصول المباشر والسريع إلى المستفيدين. الحاجة الأجمل لما أقدم الشيء الطرود الغذائية اللي هتسلمها للزول المسكين أحس بفرحة في وشه، أنا ذات بحس بسعادة كده، والأمر الطيب برضه أنا ريحني شخصيا، يعني دائما بكون سعيد وسعيد الغيري زي ما بقولوا سعيد فتسعد فتسعد. وتهدف المبادرة إلى إشراك الجميع في العمل الخيري والإنساني، فكان نجوم المجتمع السوداني حضورا فاعلا في حفل إطلاق المبادرة. نحن كفنانين كاتحاد المهن الموسيقية بنعلن بوضوح شديد جدا دعمنا لهذه المبادرة ووقوفنا ومساندتنا لها إلى أن تحقق كل أهدافها. وترمي المبادرة لمساعدة غير القادرين على إنتاج غذائهم وتحقيق الأمن الغذائي لعدد من المجتمعات بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. مبادرة المليار وجبة تعد الأكبر من نوعها بالمنطقة لتوفير الغذاء للمحتاجين وللفقراء لفائدة 50 دولة حول العالم دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس، لتتجلى الإنسانية في أبهى صورها عبر فضيلة إطعام الطعام. طارق بابكر، قناة الغد، الخرطوم.